السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هنبدأ دلوقتي نعمل الدائرة الكهربية لنموذج غرفة تبريد مصغرة تعليمي لطلبة الفنية المتقدمة، طلبة قسم التبريد والتكييف. بعد كده هم ان شاء الله بعد ما ننفذها هم يراجعوها ايه وينفذوها براحتهم. اول حاجه بيبقى عندي في تايمر، ماشي، لابد من وجوده. طبعا التايمر ده بيشتغل 6 ساعات تبريد ويقلب على وضع اذابه التلج 3 ساعه على حسب الموديل بتاع الشركه بتاعته او المصنع بتاعه. التايمر بيكون عباره عن 4 اطراف، 1 2 3 4. عندي 1 و3 كهرباء يبدو الموتور بتاع التايمر. رقم 3 حاليا في النوعية اللي موجودة معايا دي هو الطرف المشترك، مرة بيدي 4 الضاغط بالترموستات ومرة بيدي 2 دايرة إذابة التلج، ماشي. لو الوضع بتاعه مختلف بعض التايمرات بيكون فيها 1 هو اللي مشترك و3 الطرف الثاني للموتور. عندي مفتاح تشغيل عمومي موجود متوصل بالكابل العمومي، نجهزه عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. عندي خارج المفتاح عبارة عن سلكين هيروحوا لماتور التايمر، الطرف الأزرق ده هيوصله مع طرف 3 في التايمر اهو، مع طرف 3 تمام اللي هو المشترك اللي قلنا عليه. الطرف الأصفر أنا واخد منه هنا طرفين موصلهم مع الكهرباء العمومية من المفتاح، عشان واحد هديه لموتور التايمر والتاني هبدا اجمع منه اسلاك بقيه الدايره وهنشوفها دلوقتي مع بعض ازاي. يبقى الطرف رقم 1 لموتور التايمر موجود معايا اهو، توصلته. اتبقى عندي هنا في طرفين 2 و4. 4 قلنا هيتوصل بمجموعه الضاغط، ماشي، والترموستات. فهنا انا موصل الترموستات من الوش من قدام ومطلع منها طرفين، طرف طويل وطرف قصير. الطرفين بتوع الترموستات راكبين جوه. هوصل طرف من الترموستات على طرف 4 بتاع التايمر، نمشي دايره بدايره ونشوف مع بعض بنعمل ايه. يبقى الطرف 4 ماشي اللي هو بيدي الضاغط وصلته مع الترموستات، والطرف الثاني من الترموستات اهوت معايا تمام. في الحاله دي انا مخلي الترموستات بعد التايمر، يعني التايمر شغال والترموستات ايه بعد منه. لو انا عملت العكس وعايز اخلي الترموستات هي اللي تتحكم في التايمر، في الحالة ديت هدي الترموستات كهرباء وأقدم من الترموستات للتايمر. فاحنا دلوقتي مشينا بإن الترموستات بعد إيه؟ التايمر. أدي طرف الترموستات كده وصل 4، هطلع من الطرف التاني من الترموستات. أهوت. في طرفين عندك هنا بتوع الماتور جايين من تحت نورهم لي. طبعا انا موصل الموتور بتاع الضاغط ومروحه المكثف متصلين مع بعض وطالعين في الطرفين دول. انا متعمد ان انا اقوم بعمليه الاربطه واللحامات عشان الناس المبتدئه الطلبه اللي مش موجوده معانا تفهم احنا بنعمل ايه. ده الطرف بتاع الترموستات هيتوصل مع راجع الاوفرلود، الطرف من الاطراف اللي جايه من الضغط، سواء خد الطرف ده او الطرف ده مش هتفرق معايا. عشان السلك بتاعي ما يبقاش طويل جامد، هقص السلك كده. مناسب كده بتقشره وهي جاي رابط الطرف ده كده. لحد الان كده في عندي مشكله، طرف من التايمر 4 دخل على الترمستات طلع من الترمستات ادى مجموعه الضغط. نركز مع بعض قبل ما الحمل يبقى عامل اي حاجه. يبقى فاضل عندي الطرف الثاني ده. الطرف الثاني ده لو انا خدت بالي خدت بالك معايا، انا جايب طرفين من الاصفر من الكهرباء دولت، واحد اديته للتايمر والثاني سايبه حر الحركه. شايفينه؟ ماشي؟ هجيب الطرف ده اهوت
بنفس الوضع. هاي جاي خد لكم مناسب، هطوله شويه كده عشان بعد كده هلحم فيه حاجات تانية هناك. وهنوصل لحد كده تمام. يبقى حاليا دلوقتي محرك مروحه المكثف ومحرك الضاغط وصلهم طرفين كهرباء. لو انا شغلت الدايره بتاعتي دلوقتي التايمر، الضاغط عندي هيدور ومروحه المكثف هتدور. هنصبر بقى دقيقه واحده لحد كده تمام امورنا واضحه. انا عندي هنا ركبت لمبتين بيان، لمبه بيان حمراء طلعت منها طرفين، ولمبه بيان ثانيه مطلع منها طرفين برضو عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. هنيجي على الطرفين بتوع لمبه البيان دي، وهاجي مقشر دول الطرفين هما ماشي، وهاجي موصل واحد مع الطرف اللي رايح للاوفرلود، الطرفين اللي رايحين للكهرباء هوصلها مع الطرفين اللي رايحين للكهرباء، كهرباء للضاغط عن طريق الترمستات، والطرف الثاني اهوت هوصله معاه هنا. ركز معايا في الفيديو بالراحه واحده بواحده، انا ماشي واحده بواحده عشان الكل يفهمني. يبقى انا في الحاله دي عملت لمبه بيان تدل ان الترمستات في وضع توصيل وان الضاغط يعمل. لو اللمبه دي مش منوره يبقى معنى كده يا اللمبه محروقه يا عندي مشكله الترموستات مش موصل، او التايمر ما نقلش على وضع ايه تبريد. واضحه كده لحد الان؟ في مشكله معايا؟ ركز معايا ان الطرف الاصفر ده هو طرف التجميع اللي خارج من التايمر اللي بعد كده هدي منه للسخانات وادي منه الحاجات الثانيه. بس خلينا دلوقتي ماشيين واحده بواحده. لحد الان وضعنا تمام، مفيش مشكله معانا. في عندك طرفين اللي هم الجدل هناك دولت، ايوه الطرفين دولت بتوع مروحه المبخر، طرفين مروحه المبخر طالعين من داخل الغرفه من الداخل. هنيجي مش محتاج الكليبس فيهم برضو بنفس الطريقه كده. وقلنا قبل كده لو السلك معاك قطره تخين ومش راضي يتقشر معاك بسهوله، يا بتسخن عليه بولاعه ماشي، يا بتقشره بالراحه بس وانت بتلف السلك عشان تيجي تقشره. طبعا الكلام ده للناس المبتدئه مش الناس اللي هي شغاله. تمسك السلك كويس كده عشان ما يتلفش معاه، هو تيجي ضغط عليه كده وتيجي ايه تقشر السلك. ادي طرفين المروحه بتوع المبخر طالعين من داخل الغرفه من الداخل، واحد هيتوصل برضو مع الترموستات، الطرف اللي جاي من الترموستات بالشكل ده، والتاني هيتوصل مع النقطه دي طرف الكهرباء التاني. يبقى في الحالة دي محرك المروحة خد طرفين مع الضاغط نفس توصيلة محرك مروحة المكثف معاه. يبقى أنا لو شغلت حاليا دلوقتي وضع التبريد كده انتهيت منه بلمبة البيان بتاعتي أهي. فاضل عندي وضع إذابة السلك. نبص مع بعض كده بالراحة. إحنا قلنا إن طرف أربعة ده راح للترموستات وإدى الضاغط، طرف اتنين بقى هنا أهوت هو ده اللي فاضل عندي. هناخد له الطرف البني ده ماشي، هنوصله هنا اهوت مع الكليبس. اصبح واخد كهرباء من الطرف الازرق، اما بيقلب طرف رقم ثلاثه على وضع التسخين في الثلث ساعه بيدي الطرف ده. متفقين؟ طيب عندي اطراف السخان، لحظه واحده بقى مقرب منها بقى من هناك. نيجي بقى للطرف اثنين اللي وصلناه بالتايمر ماشي، طلع منه كابل اهوت. ونيجي للسخانات عندي، انا مركب هنا سيرمو ديسك سيرمو فيوز 40 ماشي. طبعا احنا قلنا ان السيرمو ديسك الاثنين واحد اسمهم سيرمو ديسك، لكن عشان نفرق بينهم في السوق قلنا ال 40 سيرمو فيوز ماشي، وال 15 عملناه قلنا عليه سيرمو ديسك. ادي الطرفين بتوع الهيتر وادي الطرفين بتوع السيرمو ديسك. هناخد واحد من السيرمو ديسك او السيرمو فيوز ال 40، ال 40 اللي انا مركبينه عنده، طبعا احنا مركبينه تحت مع المروحه اهوت، وهلفه معاه شايفينه.
وهلف عليه شكرتون لان مش هيحتاج اربط معاه حاجه تانية. خلاص ده كده تمام، مش عايز منه حاجه. الاطراف اللي ما ربطتش عليها لان انا هربط معاها حاجات تانية بعد كده. تمام. اتبقى عندي كام طرف؟ طرفين، طرف سيرمو ديسك وطرف من السخان. كده انا وصلت السيرمو ديسك ل 40 بالتوالي مع مين؟ مع الهيتر. عندي الطرفين هم، خدت واحد مع السيرمو ديسك ل 40 او السيرمو فيوز، ماشي. اتبقى عندي طرف من السيرمو فيوز وطرف من الهيتر، اثنين. هاخد منهم واحد اوصله بالايه؟ بنقطه اثنين بالطيب اهو، شايفينه؟ طبعا بعد ما بنخلص شغلنا بنجمع اسلاكنا بقى وبنبدا نرتبها، نمشيها في دكتات، نحط عليها كلبسات، نظبطها شويه براحتنا في النهايه. بس انا دلوقتي ماشي واحده بواحده عشان الكل يبقى فاهم معايا، سواء طالب او مبتدئ. وبتلف عليه العازل بتاعك كويس عشان ما يبقاش فيه حاجه عريانه عندك في الاسلاك تعمل مشكله وتكهرب حد لا قدر الله. لحد كده امورنا تمام؟ في حاجه مش واضحه؟ اه تمام. اصبح عندي دلوقتي فاضل ايه؟ طرف بتاع الهيتر. هنجيب طرف الهيتر ده هوصله مع طرف اثنين، هعمل له نقطه ثانيه توصيله بعد اذنكم. هات لي طرف ازرق من هنا. حاول تظبط مقاساتك بالراحه. طبعا الكلام ده احنا هنعمله وممكن يتفك تاني عشان يوصلوه هم واحد بواحد او يوصلوه كل مجموعه مع ايه؟ مع بعض. ماشي. هوصل الطرف ده كده مع هنا اهو. طبعا يفضل، معلش بعد اذنكم، ان احنا نوصل نفس اللون عشان يبقى معروف ان ده بتاع الهيتر ورايح لطرف الكهرباء اللي قلنا عليه. وتجدر السلكين مع بعض بايدك كويس جدا. لو السلك طري معاك هيتجدل معاك بالايد، لو كان سلك ناشف يبقى يفضل ان انت تجدله بالايه؟ بالبنسة. وهتلفه كده وتلف عليه شكرتون. ده الطرف بتاع الايه؟ الهيتر. الطرف الثاني كده من الدايره، يبقى واحد خد من التايمر ادى السيرمو ديسك، والسيرمو ديسك ال 40 او السيرمو فيوز 40 ادى خد مع السخان، والطرف الثاني اتوصل معايا بالكهرباء كده زي ما احنا موصلين. نقطة التجميع اللي احنا قلنا عليها المختلفة اهي، مالكش دعوة بالنقطة الثانية دي. لسه ما ربطتش الاسلاك اللي هنا لان لسه هستخدم معاه توصيل تاني. نشيل لمبه البيان دي بس نخليها على جنب دلوقتي، خليها عندك. شيل السلك ده كمان. لو تابعت التايمر، امسك التايمر، ركز على طرف اثنين طالع منه فرده اهيت اللي هي البني، ماشي ماشي معايا. اتوصلت بطرف من اطراف السيرمو فيوز ال 40، والطرف الثاني احنا موصلينه مع الهيتر، والطرف الثاني من السخان الهيتر ادينا له طرف كهرباء ثاني من الاطراف بتاعتنا. فاحنا كده كملنا الدايره بتاعتنا 100%، مفيش اي مشكله فيها. فيها حاجه صعبه؟ باقي عندنا عملت لمبه بيان اضافيه اهيت للهيتر تدل ان الهيتر يعمل. كل ما في الموضوع ان انا هقشر السلك بتاعي ده من هنا من الاول. ولاحظ معايا بقى هعمل ايه. طبعا السخان واخد من الطرف الازرق اللي ادى رقم 3، صح؟ الهيتر البني اهو متوصل من الطرف المشترك ما بيقلب على وضع ايه؟ اذاب التلج.
والطرف الثاني من الهيتر واخد من الطرف الاصفر الكهرباء اللي هو الطرف الثاني المخالف. اوكي، هاجي على اللمبه بتاعت البيانه لما احب اعملها زي ما عملنا في لمبه البيانه بتاعت الضاغط، واخده طرف كهرباء من هنا اهي. يبقى انا كده خلصت اطراف الكهرباء اللي بتتجمع مع بعض، والطرف الثاني هاخده من بعد التايمر. شفنا النقطه اللي احنا كنا ربطناها هنا ديت، بدل ما اقصر سلك ثاني هربطها معاها. واخد السلك بتاعي كويس، نفس الوضع كده اهوت، وادي لافف عليه الشكرتون. نربط الاسلاك بتاعتنا كده، اعتبر انتهيت من الدايره، وما اظنش ان فيها اي حاجه صعبه لاي شخص، لا طالب ولا مبتدئ ولا فني شغال بقاله سنين. وبعد كده هتبدا تلم السلوك بتاعتك ديت مع بعضها كده، يا بتحط لها ضغط يا اما طبعا بتحط على عزل من فوق اهي، هتخليها زي ما هي وتلمها يبقى هي شكلها مظبوط وتظبط مقاسها. دول كده ما عدتش محتاج فيهم اي توصيلات ثانيه، هقفلهم بقى مع بعض كده. دايره جميله وشيقه، وخلاص كده بقى نهائي، يبقى تقفيل بقى كويس كده، يتلموا مع بعض. دايره لو فهمتها من ابسط ما يكون، بس اهم شيء الفهم مش الحفظ، افهم ما تحفظش. وانت فاهم هتشتغل في اي حاجه وتشكل. معلش احنا كنا بادئين في الاول مش عاملين حسابنا ان احنا نحط لمبه بيان للهيتر، بس جت في دماغنا في اخر لحظه واحنا بنوصل، لان مفتاح التشغيل لقينا فيه لمبه بيان. طب مفتاح التشغيل فيه لمبه بيان، احط لمبه بيان ثانيه عموميه ليه؟ فاستغلناها ان احنا حطيناها مع الهيتر. كده احنا انتهينا من كل التوصيلات بتاعتنا، هنقفل بس التايمر مكانه، كل الاسلاك هنلمها مع بعض. احنا هنا حاطط، انا هنا حاطط 2 ترمومتر، واحد ترمومتر خارجي بيقيس درجة حرارة الهواء الخارجي، وحاطط ترمومتر تاني موجود داخل الغرفة هيقيس درجة الحرارة الداخلية للغرفة. ماشي، وطبعا العدادات احنا شرحناها قبل كده في فيديو سابق، وادي طرف الترموستات نزلته مع السلوك كلها في بلب فتحة واحدة. ماشي، هنبدا كده بس ايه نشيك عليه كده بالراحة عشان ما يبقاش ايه واقف. ماشي، اتفلت كده تمام، ونبدا نشيك في اسلاكنا بالراحه. نربط التايمر، نوقف بس دقيقه واحده نثبت التايمر. طبعا احنا وصلنا الدايره ماشي كلها تمام، لكن بناء على طلب الرجاله اللي موجوده معايا طلبوا ان انا اقسمها دلوقتي زي ما توصلت بالظبط، بحيث ان هم يشوفوها ويتابعوها والناس تقدر تشوفها ببساطه. هنبص على الدايره مع بعض كده. اول حاجه بحط منبع التيار الكهربي اللي هو الكابل اللي احنا كنا حاطينه، تيار متغير 220 فولت. انا حطيت مفتاح مزدوج هنا، يبقى انا هحطه هنا معايا. الطرفين دول هتعمد كده مع بعض، وهنزل بالمفتاح. يبقى كده ده المنبع. انا وصلت في لمبة بيان بتكون موجودة في المفتاح، مفيش داعي ان احنا نوصلها، المفتاح جاي جاهز بيها. ماشي، باخد طرف كهرباء بنزل بيه عند التايمر بتاعي، الشكل اللي احنا شايفينه ده، ادي موتور التايمر فيه طرفين داخلين للموتور، طرف ثلاثة وطرف واحد. واضحة؟ ماشي. طرف ثلاثة ده اللي هو الطرف المشترك موجود عندي في التايمر، مرة بيدي للنقطة 2 ومرة بيدي للنقطة 4. 2 دي متصلة بالهيتر، 4 دي متصلة مع الترمستات، وريشة متحركة في النص بين الاثنين. ماشي، إذا كانت موجودة على وضع تسخين هتوصل باثنين، على وضع تبريد هتوصل برقم 4. انا نزلت من التايمر، حطيت الترموستات عندي هنا في الدايره، دول
ماشي طرف من التايمر خدته مع الترموستات، يبقى انا حاليا دلوقتي التايمر في الاول وبعدين الترموستات، ونزلت من الترموستات على محرك الضغط. تعالى جنبي هنا لو الصورة مش واضحة. عندي R وعندي S وعندي C، وهنا في اوفرلود وفي محرك مروحة المكثف وريليه التيار اللي موجود. انا موصلتش نقطة الترموستات عشان اوضح لك هي بالظبط جاية ازاي على حسب الرسمة اللي موجودة. وادي القلب الحديدي بتاعه، ملف الريليه، نهاية ملف الريليه مع ملفات التشغيل، الاس مع احدى نقاط التلامس، نقطة التلامس التانية مع بداية الملف طالعين مع بعض، طرف الترموستات نزل على الريليه. طبعا ينزل على الريليه او ينزل على الاوفرلود مش هتفرق معايا، المهم ان في طرف كهرباء داخل عن طريق الترموستات متوصل معاه مروحه المكثف. في حاجه صعبه لحد دلوقتي؟ الطرف الثاني جاي تلقائي من المنبع نازل بالشكل اللي انا عامله ده كده. حاليا مجرد ما اوصل كهرباء للتايمر وطرف التايمر الثاني اللي هو واحد واخد كهرباء من نفس الطرف، مجرد ما شغل الدايرة بتاعتي حاليا دلوقتي والتايمر اقلبه على وضع تبريد والترمستات على وضع التوصيل، محرك مروحة المكثف، مروحة المكثف ومحرك الضاغط هيشتغل تمام لحد كده وضع التبريد خلص. معايا مروحة المبخر وصلتها الاخرى بالشكل ده اهيت، طرف من الكهرباء اللي هو لوحده اللي ادى الرقم واحد، والطرف الثاني مع الترموستات والضغط ومروحه المكثف. في حاجه صعبه لحد الان؟ طيب حبيت اركب لمبه بيان في الدايره بتاعتي تدل ان الضغط شغال او مش شغال، جيت من بعد الترموستات خدت لها طرف من هنا وعملت رمز اللمبه بالشكل ده، والطرف الثاني من بعد الترموستات كده. مجموعه الضغط كلها اتوصلت، دي لمبه البيان اهي، ده كله كده انتهيت من وضع ايه التبريد الترموستات تمام. نيجي بقى الوضع التسخين إذابة التلج. انا عندي الهيتر طالع منه طرفين، عندي السيرمو فيوز ل40، هظلله كده اهوت بالشكل دوت واكتب ان هوت عليه 40 درجة سيرمو فيوز، وهنا سخان. خدت طرف من السيرمو فيوز مع السخان زي ما شفنا في التنفيذ، والطرف الثاني وصلته بالكهرباء، سواء الطرف ده او الطرف الثاني بتاع السخان بيتوصل مع طرف الكهرباء اللي هو الحر ده، والطرف الثاني اتوصل مع نقطة 2 كده. في حاجة صعبة؟ طيب زودت انا برضو للهيتر طرفين لمبة بيان تانية اخرى زي اللمبة اللي انا عملتها دي. طب انا هوصلها ازاي؟ طرف من الكهرباء العمومية ده اهوت للمبة، والطرف التاني هياخد مع نقطة 2 هيمشي كده اهوت، يجي طالع مع نقطة 2 او النقطة دي، متوصل بالتوازي مع السخان. يبقى لمبة البيان دي متوصلة بالتوازي، محرك مروحة المبخر، مروحة المبخر، مروحة المكثف، الضاغط، دول متوصلين مع بعض بالتوازي، والهيتر واللمبة لمبة البيان بتاعته متصلة بالتوازي، لمبة بيان عمل الهيتر، ودي لمبة بيان البيان عمل الضاغط. لو رجعنا الدايرة مع بعض، وده مفتاح تشغيل عمومي، مفتاح تشغيل. مركز في الدايرة كده كلها مع بعضها، في حاجة كده صعبة فيها مش واضحة؟ طيب
خلاص كده تمام. دلوقتي احنا عملنا الدايرة عملي ورسمناها بناء على طلبكم. حاليا دلوقتي هنشغل الدايرة ونشوف الوضع بتاعها ايه مع بعض. واحد يوصل الكهرباء. كده احنا شغلنا الدايرة. ننزل بقى بالراحة كده مع بعض نشوف لمبات البان اللي احنا عملناها دي بتشتغل ولا لا والدنيا فيها ايه. الضاغط دلوقتي شغلت مفتاح التشغيل عمومي. احنا عامل لمبة البيان الحمراء دي اللي بتدل على ان الضاغط شغال، واللمبة البرتقالي دي عملتها على انها بتدل ان الهيتر شغال. حاليا دلوقتي دي شغالة، وادي الترمستات بتاعتي، وادي التايمر طبعا نحط لسه بيانات عليهم بعد كده، وهنا عداد الضغط العالي، وهنا عداد الضغط المنخفض، وهنا حاطط جوز ترموميترات لقياس درجة حرارة، واحد بيقيس درجة الحرارة الداخلية للغرفة، واحد بيقيس درجة الحرارة الخارجية للغرفة. نفتح باب الغرفة كده بنروح مع بعض. مروحة شغالة. طبعا بلب الترمستات بس هنحطه جوه كده بالراحة. شغالة. الترمومتر عندي هنا موجود داخل الغرفة اهوت. اللي في الآخر ده. اوكي. كل مروحة كده تمام، المبخر بتاعي شغال وبدأ يظهر قدامي اثار تبريد. طبعا احنا لسه مشغلينها يعني. هنقفل الدايرة ونقلب على وضع التسخين. هات المفك ده يا حبيبي، اقلبه على وضع التسخين. هات الصغير الصغير يا ابني. التسخين الهيتر زي ما تتكلم، اللمبة البرتقالي تقيد والحمراء هتطفي. لف طبعا الفترة اللي هي الطويلة في التكات دي بتكون دي فترة عمل الضاغط، الفترة القصيرة بتكون رجالة طبعا مش أحسن. طبعا لمبة الضاغط فصل كده معايا. الهيتر ده الوقت اللي شغال، اللمبة البرتقالية بتاعته شغالة، مش عارف واضحة معاك في التصوير ولا لا. مروحة المبخر فصلت لما قلب على وضع الإزازة. مروحة كده قفلت اهيت معايا، والضغط بطل ومروحة المكثف بطلت. وأتمنى من الله عز وجل أن تكونوا قد فهمتم اللي بنقوله. وما فيه الخير لنا ولكم ولأمة محمد عليها أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.